بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع فيديوهات انكسار الضوء. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نحل بعض التمارين، أي هذا الفيديو الجزء الثالث من حلول التمارين. نص التمرين: شعاع ضوئي يرد من الهواء إلى الزجاج العادي الذي قرين انكساره أن تساوي 1.38. السؤال الأول مطلوب منا إكمال الجدول التالي. طاولنا زاوية الورود اي 10 درجات، 20، 30، 45، 60، 90. مطلوب منا ملء الجدول، اي نحطه زاوية الانكسار. ثانيا مطلوب منا تعيين زاوية الانكسار الحدي عند السطح الفاصل بين الهواء والزجاج. نبدأ بقانون ديكارت الثاني، اللي هو ان واحد سينوس اي يساوي ان اثنين سينوس ار، حيث هنا المطلوب مني هو ايجاد زاوية الانكسار، حيث سينوس ار تساوي ان واحد سينوس اي على ان اثنان. ومنه اي ار يساوي سينوس ناقص واحد في ان وفي ان واحد اللي هو واحد، اي سينوس اي اللي هي سينوس عشرة على واحد، اي ان اثنين، اي قرينة الانكسار 1.38. ومنه تساوي، نجيب الحاسبة، إذن باش نكتب سينوس أس ناقص واحد ندير شيفت، وأنا نعبز هاي ليك سينوس، كاين هاي صغيرة فوقها كما شفنا في التمرين اللي جاز في الفيديوهات السابقة. سينوس نفتح الفاصلة ومن بعد ندير سينوس 10 عادي تقسيم 1.38، نغلق القوس يساوي أعطتنا 7.22، أي نقدر نكتبه 7 درجات. سبع درجات. إذن نملأ الجدول هنا 7 درجات هكذا. إذن لو جينا ودرنا هنايا مثلا، هنا درنا في مكان 10 درنا 20 رايح تعطينا نفس، استعمل نفس الطريقة تعطيك 14 درجة. يعني باش ما نضيعش الوقت نملأ الجدول، هيا عطاتنا 14 درجة، هنا 21 درجة. يعني انتوما دير بوز لا فيديو، وقف الفيديو وكمل نحسب بنفس الطريقة في الحاسبة العلمية اللي عندك، لازم تخرج نفس النتيجة اللي خرجت فيها هنايا. إذن 21، 31 درجة، 39 درجة، و46 درجة. هكذا نكون أملأنا الجدول. إذن السؤال الثاني وش يقول؟ إذن السؤال الثاني هو مطلوب منا تعيين زاوية الانكسار الحدي. تعيين زاوية الانكسار الحدي. كلنا يعلم أن سينوس عندنا من العلاقة سينوس آل تساوي واحد على آن، تساوي واحد على آن. ومنه سينوس آل تساوي 1.38. إذن آل يساوي سينوس موانزا أس موانزا في 1.38، وكم شوفوا شحال أنصيبوها. إذن نديرو شيفت بعد سينوس أس ناقص واحد، نفتح قوس 1 تقسيم 1.38.
38 نغلق القوس تعطينا لاحظ 46.43 إذن سقطتنا تساوي 46 درجة. إذن هنا نقدر نكتب L تساوي أي زاوية الانكسار الحدي L تساوي 46 درجة. هاي نواصل مع هذا التطبيق. تصل حزمة ضوئية على السطح الفاصل بين الهواء والماء بزاوية قدرها 30 درجة مع هذا السطح. يعني لاحظ بين السطح والحزمة 30 درجة، ما طولناش اي تساوي. اذا واش المطلوب منا هو حساب زاوية الانكسار، علما ان قرينة انكسار الضوء هي 1.33 يعني في الماء. ثانيا المطلوب منا رسم في شكل مبين مسار الحزمة الضوئية. اذا للإجابة على السؤال الأول، الآن نطبق القانون الثاني للانكسار، قانون ديكارت، حيث آن واحد سينوس إي يساوي آن اثنين سينوس آر، علما أن قرينة الهواء آن واحد تساوي واحد، وقرينة الماء أما عطاوها لنا هي 1.33، آن 2 تساوي 1.33. إذن إي تساوي ماذا؟ لا هنا مادام هذه منا 90 درجة هكذا 90 درجة حتى لهنا، إذن هذا الإي أي 90 كي نقصو منها 30 نصيبو قيمة إي، يعني 90 درجة ناقص 30 درجة ناقص 30 درجة نصيبه 60 درجة. إذن إي تساوي 60 درجة. لماذا؟ لأن زاوية الورود تكون محصورة بين الناظر والشعاع الضوئي الوارد. إذن سينوس آر تساوي آن واحد كما درنا نفس الشيء اللي درناه في التمرين السابق، إي على آن اثنان، أي هذا يعني أن آر تساوي سينوس أس ناقص واحد فيما هي أي آن واحد تساوي واحد مكان لا نكتبها، يعني هكذا واحد في سينوس 60 على آن اثنين اللي هي 1.33 هكذا. إذا لو تستعمل الحاسبة تصيبها تساوي يعني آر تساوي 41 درجة، استعمل الحاسبة كما درنا في التمرين السابق. إذا آر تساوي 41 درجة. نجو نرسمو آر، هاهي نكمل يعني السؤال الثاني، أرسم في شكل مبين مسار الحزمة الضوئية. يعني إذا كملنا المسار لاحظ تاعها هكذا، إذا المسار راح يكون 41 يعني أقل من نصف، أنا 45 نهبط شوية تحت هاك 41، تقدر أنت ديرو بالمنقالة 41 درجة هكذا. إذن هنا عندنا R 41 درجة حاني الصمت. نواصل مع هذا التطبيق. ينتشر شعاع ضوئي في الهواء ثم يصل إلى السطح الفاصل بين الهواء والبنزين بزاوية ورود E تساوي 43 درجة. أعطى قياس زاوية الانكسار القيمة R تساوي 27 درجة. المطلوب منا استنتاج قارينة انكسار البنزين، حيث قارينة انكسار الهواء N1 تساوي 1. إذن نبدأ بتطبيق القانون الثاني لديكارت، أي N1 سينوس E تساوي N2 سينوس
ار حيث عندي هنا لاحظ اي عندي ها و ار عندي وان واحد عندي. اذا شكون اللي ما عنديش الا هنا والمطلوبه مني هي قرينه انكسار البنزين اللي هي ان 2 هذه هي اللي راهي مطلوبه مني ما عنديش. اذا ان 2 تساوي ماذا؟ تساوي ان 1 سينوس اي على سينوس ار على سينوس ار. اذا تساوي ان 1 هي قرينة الهواء 1 في سينوس اي اي يساوي 43 اي في سينوس 43 درجة على سينوس ار اللي هي 27 درجة. باستعمال الحاسبة هاي أمامك الحاسبة ما حاجة سهلة، ها نكتب سينوس 43 تقسيم سينوس 27 حاجة أسهل مما تصور، تساوي أعطتنا 1.5 هاي تساوي 1.5 أي آن 2 قرينة انكسار البنزين صبناها 1.5 هاي. نكمل هذا الفيديو بهذا التطبيق. يرد شعاع ضوئي بزاوية ورود اي تساوي 30 درجة من الهواء الى الماء الذي قرينة انكساره ان تساوي 1.33. اولا مطلوب منا رسم بدقة مسار شعاع المنعكس، ثم ثانيا رسم بدقة مسار شعاع المنكسر، وثالثا تحديد مقدار انحراف دي. نبدأ بالسؤال الاول. السؤال الاول حيث نعرف ان الشعاع اي زاوية الورود تساوي اي شعاع زاوية الشعاع المنعكس. اذا حيث اي زاوية الشعاع المنعكس نرسمها ب ار هاي. اذا لو جينا رسمنا دون نرسمه ها هو الوسط الفاصل الوسط الفاصل نرسم الناظم ها هو الناظم ومن بعد نرسم الشعاع الوارد أي 30 درجة هكا 45 يكون هكا 30 درجة هكذا 30 درجة. إذا كيفاش راح يكون؟ ها هو إي 30 درجة 30 درجة إي ها هو ونديرو هكا يعني الوارد نديرو الفليشة يعني المرة اللي جازت نسيت ما درتش هذا الفليشة. إذا الآن قلنا بلي شعاع زاوية الشعاع الوارد تساوي زاوية الشعاع المنعكس ها هو نفس الشيء ها هي نفس ها هي هي حيث هاي نرمزو لها هكا نديرو لها بلي راهي منعكس هكا عفوا هاي هكذا. إذا هاي الزاوية نديرو هكا تساوي هي كذلك 30 درجة نرمزو لها ب R نرمزو لها ب R. ومن بعد المطلوب منا ثانيا رسم بدقة مسار شعاع المنكسر. إذا لازم منا باش نرسموه درجة نعرفو الزاوية تاعو شحال تساوي لازمنا نحسبو. أي نبدأ باستعمال قانون ديكارت الثاني اللي استعملناه في التمارين السابقة أي آن واحد سينوس إي يساوي آن 2 سينوس آر فتحة حيث سينوس آر فتحة يساوي آن واحد سينوس إي على ماذا؟ على آن 2 ها هو. لماذا قلنا آر فتحة؟ لأننا رسمنا زاوية الزاوية المنعكس شعاع المنعكس
R رمزنا لها ب R، إذا نرمز لزاوية شعاع المنكسر نرمز لها بماذا؟ زاوية الانكسار نرمز لها ب R فتحة. إذا هذا يعني أن R فتحة تساوي سينوس أس ناقص واحد، سينوس أس ناقص واحد ل آن واحد اللي هي واحد تاع الهواء في سينوس 30 درجة على آن 2 اللي هي 1.33 هكذا. يعني لو استعملت الحاسبة راح تصيب آر فتحة تساوي، يعني استعمل الحاسبة كما وريتك المرة اللي جازت تصيبها 22 درجة. إذا نجو نرسمو المسار تاع الشعاع المنكسر. إذا إذا كان أولا عفوا نرسمو هذا يعني مسار هكذا، يعني إذا كان هذه 30 درجة يعني هنا زاوية الانكسار راح تكون 22 أقل، راح تكون هكذا، ها هي زاوية الانكسار، أي ها هي سميناها R فتحة 22 درجة، 22 درجة. السؤال الثالث المطلوب منا تحديد مقدار الانحراف، المطلوب منا هو تحديد مقدار الانحراف دي. اذا هنا دي وين راهي دي؟ دي ها هي دي، ها دي ماذا هي دي، ها دي ها. اذا كيف نحسب دي؟ اي زاوية الانحراف، ثالثا زاوية الانحراف دي تساوي اي ناقص ار فتحة، لان هذه الزاوية لكم تشوف فيها هذه كامل من تحت لهنا تساوي 30، هي 30 درجة نفسها، ها اذا تساوي اي ناقص ار فتحة. اذا دي يساوي 30 درجة ناقص 22 درجة يساوي 8 درجات. إذن هنا عندنا 8 درجات. أعزائي الطلبة إلى أن ألتقي بكم في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.